رئيس الوزراء عصب دلك السودان عبد الله حمدوك أي شاع كقادة مجاية جرها وسيرة عصب ودلك سيلا نيو ثانية مركي لسمية دولتكم الجارة هو صدح سنة ود حين دونها تاس أو أي هو جامن يان معارض كيم للتريقة اسمع عبد الله حيا الله مجاوي وسير كريمها دي بدأ وأنا مركي جورس حويني وسير أريمة دي بدأت كان نقاط دلك السودان جرها وسيرة عصب وجارية سديد يطبع حمود أي واحد مركاه أفر شمال عمر وجنرال كتير سن عيد مدا أي نقونا يا وسيرك قاشان ديقا هالكا إل ترافي دف الله وهري وحاسر كال سروا كتر سن بوليس كايا لو مقعابي وسيرك ريمها قدها إبراهيم أحمد البدوي وحاي سقنا لو مقعابي وسيرك ماريا دي دالكاسي سودان رئيس الوزارة حمدوك وحاو كاسو شقي قد دا دقالها يقرم دا ميدوبي وحاو الشيقي مركي وكودا واقيق ولها وسير دا إن سببت لو سمي دولة دا كوميل غار كاهي تهي صواف چري دقالالاسا هي حوچين تنبد سودان دالك سودان وحاتن bishii abriil ka taagnaa qalalaasi ka dhashay dibad baxye ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynihii xukunka laga tuuray Umar Hassan al-Bashir Abdirashid Mahmud Mohamed Warka Star TV